وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمارات الضخمة في الفترة الأخيرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالي قيمته 9.2 مليار دولار فضلا عن صفقة رأس الحكمة ب 35 مليار دولار تضمن أن عددا من شركاء التنمية الآخرين سيضخون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة. الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2 يعني بإجمالي 9.2 مليار غير الصفقة الحمد لله اللي تمت قبليها ب 35 مليار غير إن يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا أيضا إن عدد من شركاء التنمية الآخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى والاتحاد الأوروبي هيحطوا أيضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة وحيتم الإعلان عنها.